المدرسه ما نعرف، خاصه في مدارس اللغه العربيه الجميع اعتمد على المدرسه البصريه والمدرسه الكوفيه حتى في تصدير اللغه العربيه الى الاخر، ووصلت اللغه العربيه السليمه الى بلاد الشام. حقيقه الحديث ممتع، راح ناخذ جوله اخرى من بلاد الرافدين، من شارع المتنبي، من البلد الذي نبعت منه الثقافة والأصالة والحضارة. نتابع التقرير هذا من العراق، وبعدها نكون متواصلين مع الدكتور علي النشمي. الزمان مارس عام 2007، الحدث سيارة مفخخة في أحد أهم شوارع بغداد، شارع المتنبي، تنفجر وتخلف عشرات الشهداء والمصابين في جريمة هزت الضمير الإنساني. الفنان والصحفي البريطاني جيرمي ديلار قرر الاحتفاظ بالسيارة المفخخة والقيام بجولة شملت دولا عدة ليري العالم ما كان يجري حينها قبل أن تستقر السيارة في متحف الحروب العظمى في لندن. الساعة تقريبا بال 12 أو قبل ال 12 بشوية، الشارع كان ذاك الوقت مفتوح سيارات تفوت به، فاتت سيارة بيك أب، استوقفها أحد الإخوان وأخويا الشهيد كان الساعة السينة، قال له السايق على كيفك، هذا يدق هورن ما أعرف شنو مسرع، كان بوده يمكن يفجر نص الشارع يعني. وفجر بذاك المكان أشلاء الناس والضحايا، أصحاب المحلات، الورق، النار، فد شيء يعني ما ممكن نتذكره بدون ألم، ألم الخسارة المعنوية لرفاقنا وأعزائنا وأخواننا، ألم خسارة شارع المتنبي. جسد السيارة المفخخة ما يزال محفوظاً، وأجساد الشهداء من مرتادي الشارع الشهير إلى فراق أحبتهم. أما الزمان الآن مارس آذار عام 2022، فقد عادت غريزة العنقاء الملازمة للشعوب مرة أخرى لتبدل الأسود بالأبيض. بغداد يا ليل، بغداد يا عين، يا حبة قلبي يا عروس الزين، يا هوسة عرس، يا كحلة شمس، يا هوسة عرس. هذا الشارع بما حمل من ويلات حمل أيضا قصص الكتاب والأدباء والمثقفين، فمن زار بغداد ولم يزره فاته الكثير، أما رواده اليوم فلا أحد أكثر حياة منهم. لبرنامج بيت الكل، حسن الفواز، بغداد. العراق بخير، بغداد بخير، العراق راجع، انتصرين.